مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى النشرة الجوية. نستهلها بمقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجل من الأمطار بابن ملال 8 مليمترات، 3 مليمترات بمراكش، ومليمتر واحد سجل بمدينة ميدلت. وبتحليلنا لصورة الساتل نلاحظ سحب غير مستقرة بمنطقة الأطلس بالجنوب الشرقي، بمنطقة الريف وكذلك بالسيس. غدا بحول الله بشمال المملكة يتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول زخات أحيانا رعدية بالأطلس المتوسط وكذلك بسفوحية شرقية. هذا وستكون السماء غائمة بمنطقة الريف وكذلك بالهضاب العليا الشرقية مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة. وسنلاحظ انتشار كتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية. درجات الحرارة خلال الليل ستتراوح مقاييسها ما بين 5 درجات ببولمان، 6 درجات بإفران، 15 درجة بتازة بفاس، وكذلك بمكناس بمدينة الدار البيضاء بالرباط، وكذلك ستسجل بالحسيمة. ودرجات الحرارة خلال النهار ستعادل 28 درجة بوجدة، 29 درجة بفيقيك، 26 درجة ببوعرفة، وستسجل كذلك بمدينة خريبكة 27 درجة بسطات، وكذلك بمدينة وزان 24 درجة بطنجة، وستسجل بمدينة الجديدة. بوسط المملكة يكون الأجواء غير مستقرة مع نزول زخات أحيانا عاصفية بمنطقة الأطلس الكبير وكذلك بسفوحه الشرقية مع انتشار ضباب بالسواحل والسهول الوسطى. هذا وستهب رياح قوية بالأطلس الصغير وكذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية وبمنطقة سوس مع رفع بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي. بالجنوب الشرقي وبمدينة الراشدية ستصل درجات الحرارة خلال الليل إلى 18 درجة، 20 درجة بأرفود، 23 درجة بزكورة، 19 درجة بطاطا، و17 درجة ستسجل بترودانت وكذلك بمدينة أكادير. ودرجات حرارة النهار ستسجل 28 درجة بورزازات وكذلك بمراكش، 25 درجة بابن ملال، 22 درجة بأسفي وبالصويرة وبسيدي إفني، و23 درجة بقلميل. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع انتشار كتل ضبابية بالقرب من السواحل، فيما الأجواء مستقرة مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعض الزوابع الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية. بالمناطق الداخلية وبالزاك تحديدا ستصل درجات الحرارة خلال الليل إلى 15 درجة، وستسجل كذلك بسمارة، 16 درجة ببكرة وبمدينة الحيون، و18 درجة ببجدور. درجات الحرارة ستصل خلال النهار إلى 29 درجة بالزاك، 27 درجة بقلت الزمور، 23 درجة بطرفاية، 22 درجة بطنطان، و25 درجة بمدينة العيون. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء عموما صحوة مع سماء قليلة السحب، كما نلاحظ درجات الحرارة ببئر أنزران خلال الليل ستصل إلى 16 درجة، 17 درجة بمدينة أوسرد، 18 درجة مرتقبة بكل من الدخلة وبمدينة الكويرة. ودرجات الحرارة القصوى ستسجل 30 درجة ببئر أنزران وبأوسرد، 24 درجة بالدخلة، وستسجل بمدينة الكويرة. وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، وكذلك بسواحل البغاز بسواحل الأطلسية ما بين طرفايا والعيون سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، بعلو سيصل إلى 80 سنتيمتر، وبباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، بعلو سيتراوح ما بين متر واحد ومترين. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام الثانية صباحا و48 دقيقة، وفي تمام الثالثة عصرا وثمان دقائق. الجزر في تمام الثامنة صباحا و58 دقيقة، وفي تمام التاسعة ليلا و16 دقيقة. شروق الشمس بالرباط في تمام الخامسة و47 دقيقة، وغروبها سيكون على الساعة السابعة و7 دقائق.
بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يوم السبت، سيكون الطقس حار بالجنوب الشرقي وكذلك بأقصى الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء غير مستقرة بشرق الأطلسين المتوسط وكذلك الكبير والهضاب العليا الشرقية. هذا وستكون السماء غائمة بمنطقة الريف وكذلك طنجة وبالصفوح الجنوبية الشرقية، ودرجات الحرارة ستشهد بعض الارتفاع خلال النهار بمعظم مناطق المملكة. وأيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء وكذلك الخميس يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بالمناطق الداخلية، كما سنلاحظ تكون سحب ركامية بكل من الأطلس وبمناطقه المجاورة وبجنوب المنطقة الشرقية، مع نزول أمطار عاصفية أحيانا.